طلبة وطالبات ثانوية عامة، أهلا بيكم. النهاردة بقدم ليسون 1 أو الدرس الأول لطلبة اللغات. كنت قدمت ابتدينا نعمل كورس الرياضيات دوت ثانوية عامة، لكن عملناه بالعربي للمدارس العربي، ومشينا كام درس فيه، وبعد كده لقينا إقبال جامد قوي، وناس سألت إذا كنا ممكن نعمله بالإنجليش، نعمله بالماث يعني، لكل حد بيدرس لغات. يعني بنحاول معاكم كده ان احنا نبدأ اول درس او اول محاضرة في الماث، وهنبدأ بمنهج الكالكولس او الديفرنشيشن زي ما بدأنا بالعربي بالظبط. بدأنا بالتفاضل والتكامل، هو نفس المنهج بس باللغة الإنجليزية، بنقدمه هدية لطلبة اللغات. يلا بينا. هنبدأ أول درس عندنا في الكتاب، هو درس الديفرنشيشن أو الدريفيتيفز. وإحنا كنا خدناه من السنة التانية، تانية ثانوي، كنا ابتدينا ناخد الدريفيتيفز، وخدنا الدريفيتيفز وليها أسماء كتيرة قوي. إس أسماء الدريفيتيفز واي داش أو إف داش أوف إكس أو دي واي أوفر دي إكس أو إف داش وما بين براكتس كده أي رقم، إف داش أوف زيرو، إف داش أوف ثري، إف داش أوف سيفن، أي رقم. لما يطلب اف داش اوف 7 مثلا يبقى هو طالب الفيرست ديريفاتيف. كان كمان ليها اسم سلوب اوف تانجنت او ريت اوف تشينج، وساعات في وسط المسائل ام سمول، ام سمول اللي هي سلوب اوف تانجنت برضو او ديريفاتيفز، وممكن كمان تان ثيتا. كل ديت اسماء من اسماء الديريفاتيفز. نفتكر مع بعض الرول بتاع الديريفاتيفز كنا بنعمله ازاي. يعني هنا ديريفاتيفز اخرها اس، اس الجمع، وهنفهم ليه. هو بيديني function y equal 5x power 3 minus 2x power 2 plus 4x minus 1. دي function أو curve اللي هو y equal، ده بتبقى function أو curve يعني. ففيها كام term؟ first term، second term، third term، fourth term، فيها 4 terms. كل term من دولت احنا بنعمل له derivative. فالترم الأول هنعمل له derivative، والترم التاني هنعمل له derivative، والترم التالت هنعمله ديريفاتيف، والرابع هنعمله ديريفاتيف. فيبقى كده احنا بنجيب الديريفاتيفز، واللي احنا بنجيبه اسمه الفيرست ديريفاتيفز لان ده واي داش. بعد كده هنعرف ان في واي دبل داشز، واي تريبل داشز، ده السكند والثيرد اللي هي الهاير ديريفاتيفز. نبدا مع بعض نشوف الديريفاتيف ونرجع على تانية ثانوي. واي داش ايكوال، الرول بتاع الديريفاتيفز كنا بنعمله ازاي. بنعمل مالتيبليكيشن، الباور بتاع الاكس هنا نعمله تايمز الكوفيشنت او الرقم اللي قبل اكس، فبنعمل 3 تايمز 5 يديني 15، واكتب اكس باور 2. عملت ايه في الباور؟ نقصت 1، يبقى انا بعمل الباور تايمز الكوفيشنت ونكتبه من جديد هنا، ونكتب نفس اللتر اللي هو الاكس بس الباور ينقص 1. يبقى كده ده الرول بتاع الديريفاتيفز. نشوف الترم التاني، نزلنا ماينس زي ما هي، والترم التاني هعمل له derivatives برضو بالظبط كده بنفس الرول. ال 2 هعملها تايمز 2 تبقى 4، وال x تبقى باور كام؟ 1. برافو عليك، يبقى x باور 1. يبقى عملنا الرول للترم التاني. نخش على الترم التالت، 4x، 4x برضو ال x هنا باور 1، لما اعمل 1 تايمز 4 يديني 4، وال x تبقى x باور 0. x باور 0 معناها 1 اللي هي يعني كأن 4 تايمز 1 اللي هي 4 برضو، فملهاش لازمة. يبقى لما يكون الترم بتاعي بيحتوي على اكس من غير باور برمي الاكس خالص. اجين يبقى اتفقنا لو الاكس ليها باور بعمل تايمز الباور تايمز كوفيشنت ونقص من باور 1، لكن من غير باور نبتدي نرمي الاكس خالص تبقى 4. طب مش لو ما فيهاش اكس، لو كونستنت رقم كده زي ماينس 1 الاخيره دي برميها خالص، ماينس 1 ملهاش لازمه لانها الدريفيتيف بتاعتها بزيرو، فهعمل بلس 0 4 بلس 0 4 طبعا، يبقى ما عملتليش اي زياده خالص. فاي رقم اي ارقام في الديريفاتيف الديريفاتيف بتاعتها بزيرو لا يكتب. يبقى كده عملنا واي داش اللي هي الفيرست ديريفاتيفز لانها ديريفاتيف لكل ترم في الواي، عملنا له ديريفاتيف فبقت كده اسمها فيرست ديريفاتيفز. اعتقد كده نكون افتكرنا مع بعض ديريفاتيفز، وطبعا خدنا شويه رولز فيها، يلا نشوفها سوا. خدنا كده لو انا عندي اف اكس ايكوال، هنا زي ما اتفقنا ده الترم الاولاني والترم التاني كانه تو فانكشنز،
فلما اجي اعمل اف داش زي ما عملناها في المساله اللي فاتت، فاعمل ديريفاتيف لديت وكمان ديريفاتيف لديت، وبينهم بلس عاديه جدا مفيش مشاكل. يبقى البلس وكمان الماينس ما ياثروش خالص في الديريفاتيفز، بالعكس ده انا بعمل ديريفاتيف فور ايتش تيرم، لكل تيرم بعمل الديريفاتيف بتاعي. طب لو كان مالتبلاي، اللي افتكر معايا مالتبلاي يعني اف اكس بتساوي جي اكس دوت اتش اكس، يعني جي اكس مالتبلاي اتش اكس. في المالتبلاي كان علينا رول لذيذ جدا، كان ديريفاتيف الفيرست باي سكند بلس ديريفاتيف السكند باي فيرست. اجين نقول الرول ده تاني، ديريفاتيف الفيرست باي سكند بلس ديريفاتيف سكند باي فيرست. فعشان كده جي اكس ديت هتبقى الفيرست و اتش اكس هي السكند، فديريفاتيف الفيرست جي اكس تبقى ايه؟ جي داش اكس في السكند باي سكند زي ما هو، بلس ديريفاتيف بقى السكند اللي هي اتش اكس تبقى اتش داش اوف اكس تايمز الفيرست زي ما هو جي اكس. ده رول المالتيبليكيشن. طب ناخد رول الديفيجن او الفراكشن. لو قال لي اف اكس ايكوال جي اكس اوفر اتش اكس، يعني كانها تو فانكشنز اوفر بعض، فبرضو الفراكشن كان ليها رول لذيذ جدا. كنا بنقول ديريفاتيف الاب تايمز الداون ماينس ديريفاتيف الداون تايمز الاب. اجين ديريفاتيف الاب تايمز الداون ماينس ديريفاتيف الداون تايمز الاب اوفر الداون سكوير، يعني الاتش اكس اللي تحت كده الداون ده يبقى داون سكوير، يبقى كده ده رول الديفيجن. هنشوف الرولز دي في المسائل هتبقى معانا يعني احسن. طب لو جي وجواها اتش اوف اكس، ده يبقى ديريفاتيف جي جي داش، يعني جي تبقى جي داش تايمز ديريفاتيف الانسايد، لما يكون عندي براكت ولي انسايد فبنعمل ديريفاتيف الفانكشن عامه تايمز ديريفاتيف الانسايد. اوكي دي رولز ممكن نكون لانها رولز بس مش فاهمينها قوي، لكن جوه المسائل هتبان اكتر. يلا بينا كده ناخد رولز جديده كمان. السنه دي عندنا رولز لو انا عندي فانكشن زي الساين اللي هي trigonometric functions اللي هي الساين والكوساين والتان، وهناخد جديد السك كوسك كوتان، هناخد لهم derivatives. فالساين الديريفيتيف بتاعتها كوساين، فالساين الديريفيتيف بتاعتها كوساين، بس الساين بيبقى جواها مثلا ساين 3x ساين 5x، فاللي جوه دوت يفضل معايا لما اقلبها كوساين، لكن في الاخر اقول تايمز ديريفيتيف الانسايد، يبقى الساين بتقلب كوساين. طب الكوزاين في الديريفاتيفز تقلب ايه؟ نيجاتيف ساين تايمز ديريفاتيف انسايد. طب التان، التان بتقلب سيك سكوير تايمز ديريفاتيف الانسايد. طب السيك ده جديد السنه دي كده، بناخد سيك الديريفاتيف بتاعتها سيك تان. حد قال كده ان السكه سكتين، او ممكن لو عايزين نحفظها السيك بتبقى سيك في تان، سيك تايمز تان، بس برضو تايمز ديريفاتيف الانسايد. ما ننساش اي حاجه ليها انسايد، يعني ليها من جوه فانكشن في اكس كده، لازم بعد ما اخلصها اعملها تايمز ديريفاتيف انسايد. طب لو هي كوسيك هتبقى نيجاتيف كوسيك كوتان تايمز ديريفاتيف انسايد. طب لو هي كوتان هتبقى نيجاتيف كوسيك سكوير تايمز ديريفاتيف انسايد. ناخد بالنا الساين بقت كوزاين، الكوزاين نيجاتيف ساين، دي نبقى خلصنا منها. الساين بقت ايه؟ كوزاين، والكوزاين نيجاتيف ساين. طب خدوا بالكم كل اللي فيها كو كوزاين او كوسيك او كوتان كلهم بيطلعوا نيجاتيف، يعني الكوزاين بتطلع نيجاتيف ساين، الكوسيك نيجاتيف كوسيك كوتان، طب والكوتان نيجاتيف كوسيك سكوير، يبقى كل اللي فيهم كو بيطلعوا نيجاتيف. التان بتطلع سيك سكوير، فطبيعي الكوتان اللي زيها تبقى نيجاتيف كوسيك سكوير عشان فيها كو فتبقى نيجاتيف، بس دي كانت تان من غير كو وبقت طلعت سيك سكوير، طب الكوتان نيجاتيف كوسيك سكوير. طيب نفسي انا سايبها على الشاشه كده ننقلها نكتبها عندنا الرول ديت اللي هنشتغل بيها الوحده الاولى كلها، فعشان كده لازم ننقلها ونبقى حافظينها. ممكن تصور كده تعمل برنت سكرين للشاشه الكمبيوتر او بالموبايل، تقوم مصورها وتكتبها على ملعقه. يعني انا بحب ناس مجتهده قوي، في ناس تكتب وتصور وتشغله. اشجعكم كل حد فينا هيجيب اجنده او كشكول، كشكول كبير لان يعني السنه طويله معانا، وتابعوا معايا واكتبوا معايا وان شاء الله الخير، هتلاقوا نفسكم بتبقوا متقدمين جدا، وهدفنا ان احنا نجيب اعلى الدرجات نقفل
درجة الماث اللي هي 120 درجة نقفلها مع بعض في ثانوية عامة. يلا نكمل مع بعض، ناخد first example، example 1 أو أول مثال هناخده النهاردة. بيقول لي find دي واي، احفظ find دي واي اوفر دي اكس، لان تقريبا يونت 1 كلها هتبقى find دي واي اوفر دي اكس. find دي واي اوفر دي اكس، ومديني مسألتين عشان نبتدي نشوف نحفظ الحاجات بتاعتهم. نمبر 1 y equals sin 2x plus 1 minus cotan 5x power 2. طيب ناخد بالنا الساين والكوساين والتان والسيك والكوسيك والكوتان دي فانكشنز تملي لازم يبقى فيها براكت. لو انا معايا كالكليتر وجيت اكتب ساين، هو هيكتب لي ساين ويفتح براكت من نفسه، لان الساين ما ينفعش تبقى كلمه ساين لوحدها، ساين دي فانكشن فلازم يكون جواها حاجه. فساين ايه اللي جواها هنا؟ 2x plus 1 على بعضها جوه الساين. طب الكوتان، كوتان جواها 5x power 2 جوه الكوتان، ده اللي بنسميه الانسايد. يعني الساين جوه البراكتس بتاعتها 2x plus 1 ده الانسايد بتاع الساين، والكوتان البراكت بتاعها في 5x power 2 ده الانسايد بتاع الكوتان. فخلينا نحل اكزامبل 1 وبعد كده نقرا مع بعض اكزامبل، يعني خلينا نحل نمبر 1 في اكزامبل 1. الحل سوليوشن نمبر 1، عايزين نجيب y داش اللي هي بالظبط دي y اوفر دي x. قلنا الاسماء كلها نفس المعنى، يعني the same meaning if you said y dash dy over dx f dash of x slope of tangent first derivatives differentiation the same names نفس اسماء لكل. y dash اللي هو كان طيب dy over dx انا كتبتها y dash equals الساين، احنا هعمل كده derivatives لان مجرد once ان انا كتبت y dash يبقى انا كده بعمل getting the derivatives، يعني انا بجيب الderivative. اوكي sin 2x plus 1، الساين قلنا في الderivatives بتاعتها تبقى كوزاين، الساين تبقى ايه؟ كوزاين، تبقى دي كوزاين 2x plus 1، كوزاين 2x plus 1، نسيبنا من طول الوقت حالا هنفهمها، كوزاين 2x plus 1، طب الساين قلبت كوزاين بنفس الانسايد بتاعها، يعني ما ينفعش ساين 2x plus 1 تبقى كوزاين 5x مثلا، ما ينفعش، لازم الساين تقلب كوزاين محتفظة بالانسايد بتاعها بالظبط، يبقى كده ساين 2x plus 1 تبقى كوزاين 2x plus 1، بس الرول بتاعنا كان فيه تايمز ديريفيتيف انسايد، الانسايد 2x بلس 1 نيجي نعملها ديريفيتيف هنلاقي فيه ترمين، ترم 2x وترم 1. قلنا الترم اللي هو رقم بس كده بيتشال خالص، اتبقى ترم 2x، وقلنا الترم ال 2 تايمز الاكس كده، لا الاكس ما لهاش باور، الاكس ما لهاش باور او واخد الرقم بتاعها بس كده، يبقى 2، يبقى ديريفيتيف انسايد 2، بدل ما كتبت تايمز 2 هنا كتبتها في الاول. اللي عايز الاول يكتبها معايا ممكن يكتب تايمز 2 وبعد كده نبقى نحطها قبل الكوزاين. اوكي طب خلاص كده خلصنا الترم الاولاني، جبنا له الديريفيتيفز، احنا قلنا ديريفيتيفز يعني كل ترم امشي اجيب ديريفيتيف. طب الترم الثاني الكوتان اللي افتكر معايا اللي فيها كو بتطلع نيجاتيف، يعني هي كوتان بتطلع نيجاتيف كوسيك سكوير، يبقى الكوتان بتطلع ايه؟ الديريفيتيف بتاعتها نيجاتيف كوسيك سكوير، وعندي هنا نيجاتيف يبقى في النهايه تطلع ايه؟ بلس كوسيك سكوير. طبعا الكوتان الانسايد بتاعها 5x سكوير، لما تقلب كوسيك سكوير تحتفظ بالانسايد بتاعها اللي هو 5x سكوير، يبقى الكوتان تبقى نيجاتيف كوسيك سكوير، وهي قبلها نيجاتيف فتبقى بوزيتيف كوسيك سكوير، 5x سكوير ده الانسايد بتاعها، بس في الرول تايمز ديريفيتيف الانسايد، يبقى تايمز ديريفيتيف الانسايد. نيجي نعمل ديريفيتيف الانسايد، نبص الاكس ليها باور يبقى 2 تتعمل ملتبلاي ال 5 تبقى 10، والاكس تبقى كام باور 1 يبقى 10x، ده ديريفيتيف الانسايد اونلي، يبقى كده ديريفيتيف الانسايد. يبقى انا بعمل كل ترم بعمل الساين حافظها تبقى كوزاين، الكوتان حافظها تبقى نيجاتيف كوسيك سكوير، بس ما انساش تايمز ديريفيتيف الانسايد، دي هتبقى 2 كوزاين 2x بلس 1 بلس بدل ما بخلي الكوسيك سكوير في الاول اخلي 10x، ده كله معمول ملتبلاي وملتبلاي، ممكن اشيل علامه التايمز واحطهم جنب بعض، فانا احط في الاول 10x كوسيك سكوير 5x سكوير، يبقى ده الناتج النهائي بتاعي، وبكده اكون خلصت نمبر 1 في اكزامبل 1. ناخد نمبر 2 مع بعض، بيقول لي y equals sin 3x سكوير بلس باي وبعد كده بلس sec 5x، طبعا هنا الساين الانسايد بتاعها 3x سكوير بلس باي والsec الانسايد بتاعها 5x. اوكي انا عايز اجيب y داش، y داش ديريفيتيف الساين كوزاين، ديريفيتيف الساين كوزاين،
تبقى كوساين 3 اكس سكوير بلس باي، ده ديريفاتيف الساين. بس لازم اقول تايمز ديريفاتيف الانسايد. نيجي للانسايد كده، لو عملت 2 باي 3 تبقى 6 اكس، والباي ده رقم اللي هو 3.14، الرقم دوت الديريفاتيف بتاعته بزيرو يعني بيطير، فيتبقى لي 6 اكس، ده اسمه ديريفاتيف الانسايد. يبقى خلصنا من الترم الاولاني جبنا له ديريفاتيف، بس انا عايز الديريفاتيفز كلها، يبقى بلس السيك 5 اكس. طب السيك 5 اكس عايز اجيب لها ديريفاتيف، قلنا السيك بتساوي السيك في تان، يعني لما اجي اعمل ديريفاتيف للسيك بتطلع سيك تايمز تان، فهي سيك 5 اكس، يبقى الناتج بتاعها سيك 5 اكس تان 5 اكس. الانسايد ما بيتغيرش، هي 5 اكس، السيك هتبقى سيك تان بنفس الانسايد، يعني سيك 5 اكس تبقى سيك 5 اكس تان 5 اكس، وملزوقين جنب بعض معناهم تايمز بعض كده، تبقى سيك 5 اكس تايمز تان 5 اكس، بس لسه تايمز ديريفاتيف الانسايد. ال 5 اكس الديريفاتيف بتاعتها ايه؟ برافو، حد بيقول لي معلهاش باور، فتبقى 5 على طول، بس يبقى تايمز 5. بعد كده نعمل سمبليفاي، قلنا الكوزاين 3 اكس سكوير بلس باي معموله تايمز 6 اكس، هجيب ال 6 اكس في الاول اكتبها وراها كوزاين من غير علامه تايمز، لان الليترز او لما يبقوا لازقين في بعض كل ليترز كده بتبقى معناها تايمز، يبقى كده ده الترم الاولاني. ننزل بلس كده، وهنا في سيك 5 اكس وجنبها تان 5 اكس تايمز 5، اخد الرقم السايب ده اخليه في الاول خالص، فتبقى المساله 5 سيك 5 اكس تان 5 اكس. لو احنا فهمناها كده يبقى جميل قوي، يبقى احنا فهمنا فكره الدرس من اول اكزامبل. ممكن عشان نعمل تشيك على نفسنا ننقل الاكزامبل دوت، ننقله كده من غير حل، وقف الكمبيوتر او اقفل الشاشه وابتدي حله من جديد مع نفسك، وحليه مع نفسك، وبعد كده ولع الشاشه تاني وشوف الاجابه، لقيت نفس الاجابه يبقى انت فاهم، يبقى انت فاهم. لكن لو لقيت في اي مشكله راجع الفيديو من تاني وابتدي معايا واحده واحده. يلا نخش مع بعض على اكزامبل 2. كمان انا مديكم فرصه، يعني في 4 اكسرسايزز اهمت، يا ريت ننقلهم في دقيقتين كده، انا مديكم دقيقتين تنقلوا الاكسرسايزز ديت. اللي حل فينا المسالتين بتوع الاكزامبل اللي فات وحلهم صح، يبقى كده يقدر ياخد الاكسرسايز ديت ويحلها مع نفسه. واتمنى تبعتوا الاجابات تكتبوها على القناه على اليوتيوب تحت، واحنا هيبقى في مدونه ان شاء الله هنكون بنكتب فيها اجابات الاكسرسايز ديت معانا. يلا نخش على الاكزامبل 2. شايف ناس بدات تهتم كده، جابت ورقه وقلم وابتدت تكتب، وده اكزامبل 2، وفي اكزامبل 2 هيبقى فيه مراجعه من سنه تانيه، لان هنا مديني اف واي ايكوال ساين ما بين براكت 3 اكس بلس 1 معموله تايمز 10 2 اكس، 2 اكس دي كانها ما بين براكت، يعني كانها بتوين براكت زي ديت، يعني هي دي ال 2 اكس هي الانسايد بتاع ال 10، وال 3 اكس بلس 1 ده الانسايد بتاع الساين. قال لي فايند ايه؟ زي ما اتفقنا من اول مساله لغايه كل المسائل بتاعت النهارده والحصه اللي جايه هتلاقيه يقول لك فايند دي واي اوفر دي اكس. تعالوا مع بعض نشوف السوليوشن. واي داش ايكوال زي ما اتفقنا ده مالتي بلاي، ده الساين معموله مالتي بلاي التاني، يبقى اذا الواي هنا معموله عباره عن ايه؟ مالتيبليكيشن لتو فانكشنز اللي هي الساين والتان، ده مالتيبليكيشن. يبقى هيبقى عندي الرول بتاع المالتيبليكيشن اللي هو واي داش ايكوال ديريفيتيف الفيرست باي سكند من غير ديريفيتيف بلس ديريفيتيف السكند باي فيرست من غير ديريفيتيف. الساين 3 اكس بلس 1 ده الفيرست، والتان 2 اكس ده السكند. فنعمل ايه؟ تابعوا معايا. ديريفيتيف الساين انا عايز ديريفيتيف الفيرست لكن السكند من غير ديريفيتيف، فديريفيتيف الساين كوزاين 3 اكس بلس 1، قلنا الساين بتقلب كوزاين بنفس الانسايد، الانسايد ده زي كرتونه كده، زي كرتونه البيض انت ماسكها معاك، ما ينفعش ان انا اكسرها، يعني خلينا هي ساين 3 اكس بلس 1 بنفس الكرتونه، يبقى كوزاين 3 اكس بلس 1 بنفس الكرتونه كده. بس بعد كده بقول تايمز ديريفيتيف الانسايد، الانسايد هنا 3 اكس بلس 1، ال 1 بتطير وال 3 اكس باخد منها 3، تبقى ديريفيتيف الانسايد ايه 3. ده كله ده ديريفيتيف الفيرست بس، انا لسه تايمز السكند، مش عايز نتلخبط. ايوه في ناس هتتلخبط اهي، انا عايز السكند بس، السكند اللي هي تان تو اكس هكتبها تان تو اكس، مش هعملها ديريفيتيف. هنا في الرول
derivative الفيرست بس، لكن تايمز السكند. بعد ده كله بقول بلس، الرول فيه بلس، اقول بقى derivative السكند تايمز الفيرست. derivative السكند اللي هي التان، نمسك بقى التان، التان 2x، derivative التان 6 سكوير بالكرتونه بتاعتها اللي جوه اللي هي 2x، يبقى 6 سكوير 2x، يبقى انا كده عامل لها derivative بالكرتونه زي ما هي اللي هي الانسايد، اقصد بالكرتونه يعني الانسايد بتاعها. طب وبعد كده اقول تايمز derivative الانسايد، الانسايد اللي هي 2x الدريفيتيف بتاعتها 2، يبقى تايمز 2، ده كله اسمه derivative السكند. ناخد بالنا، بصوا باي فيرست، والفيرست زي ما هو بالظبط، الفيرست اللي هو ساين 3x بلس 1 مش عامل له derivative هنا، فاكتب ساين 3x بلس 1. برافو عليكم، اللي فهم كده رائع جميل جدا. نبتدي بقى نعمل سمبليفاي، الكوزاين مضروبه في 3 مضروبه في 10 تو اكس، يعني ده كله مالتيبليكيشن، والمالتيبليكيشن ينفع ابدل التيرمز بتاعته، ف 3 اكتبها في الاول عشان سايب رقم سايب، 3 كوزاين 3 اكس بلس 1 10 تو اكس، يبقى كده كتبت ده كله لغايه البلس. اكتب البلس بقى، برضو البلس فيه 6 سكوير 2 اكس، وفي تايمز 2، وفي تايمز ساين 3 اكس بلس 1. هبدا الاول بالرقم اللي هو 2، يبقى 2 6 سكوير 2 اكس ساين 3 اكس بلس 1. بكده اكون جبت السمبلست فورم بتاع المساله، والسمبلست فورم اللي هو مش هفكه تاني، كده انا خلصت كده المساله، يبقى ده اكزامبل 2. نكمل مع بعض دقيقتين بس، ننقل الاكسرسايز دوت، اكسرسايز 1 و2 ننقلهم، لو انت فهمت الاكزامبل تقدر تحل الاكسرسايز. برضو انا جايب مالتيبليكيشن y ايكوال كوتان 5x باور 2 ماينس 1 معموله تايمز 6 3x باور 2 ماينس 7، ده مالتيبليكيشن. والثانيه 5x سكوير على بعضها تايمز 6 2x ماينس 1. نحاول فيهم، ابعتوا لنا محاولاتكم واجاباتكم وخلونا نتابع مع بعض. يلا مع بعض نكمل الاكزامبلز. اكزامبل 3 او اكزامبل 3 ده برضو رول جديد من تانية ثانوي، لما كان عندنا براكت هاز ا باور، ده كده اسمه براكت هاز ا باور، يعني if y equal 3 براكت 2x plus sin x all to the power of 10 find y dash. طب البراكت كله all to the power of 10 معناها دي مسألة نوعها براكت هاز ا باور، بنعمل فيها ايه؟ نشوف مع بعض. بصوا اعزائي الطلبة، ناخد بالنا الحتة دي مهمة جدا، لما يكون براكت هذا باور او ماسك الباور بتاع البراكت كله واعمله ملتبلاي الكوفيشنت بتاع البراكت، يعني 10 باي 3، 10 باي 3 30. برافو عليكم. وبعد كده اقوم كاتب البراكت تاني 2x بلس ساين x اللي هو الانسايد اللي اتفقنا عليه، البراكت تاني الكرتونه ده على بعضه all to the power of a 9. برافو، في حد فهم الفكره؟ وفي حد، في واحده بتقول لي فاكراها من ثانيه ثانوي، برافو عليكم، ده في ثانيه ثانوي بالظبط الباور ينزل وينقص 1. طب لسه تايمز ديريفيتيف الانسايد، طب ما انا الانسايد كنت محافظ عليه هنا 2x بلس ساين x، لكن بره اعمل له ديريفيتيف، ال 2x ديريفيتيف بتاعتها ايه؟ 2، يبقى برافو 2. طب وساين x ديريفيتيف بتاعتها؟ كوساين x، ولانها x بس ملهاش تايمز انسايد، ملهاش انسايد، يبقى الساين x على طول تقلب كوساين x في الدريفيتيف، يبقى ده اسمه البراكت ده كله اسمه ديريفيتيف الانسايد. نبتدي بعد كده كل اللي انا هعمله هشيل التايمز عشان اكتب السمبلست فورم، والسمبلست فورم ما فيهاش لا تايمز ولا ديفايدد، فانا بكتب 30 براكت 2x بلس ساين x اول تو ذا باور اوف 9 براكت تاني 2 بلس كوساين x، يبقى كده ده الناتج النهائي. فاهمينها؟ ناخد مع بعض اكزامبل 4. اكزامبل 4 هيبقى يعني صعب شويه، وقال لي if y equal براكت كبير 10 3x بلس 1 بلس ساين 2x all to the power of 5 all power 5 find y dash. ناخد بالنا ده في براكت كبير من بره لبره ده و all power 5، يبقى ده المساله اساسها براكت has a power، اساس المساله براكت has a power. طب نمشي مع بعض في المساله واحده واحده. y dash زي المساله اللي فاتت بالظبط، زي example 3 10 3x plus 1 plus sin 2x all power 5. اول حاجه هعملها ال 5 هتنزل هنا وهنقص من الباور 1، يبقى 5 براكت 10 3x plus 1 plus sin 2x اللي هو الانسايد براكت as it is، كرتونه مقفوله زي ما هو،
بس باور كام؟ 4، لان بنقص من الباور ده 1 بعد ما انزل الباور واعمله تايمز هنا. طيب في الاخر خالص تايمز ديريفيتيف الانسايد، والانسايد كل ده اسمه الانسايد، وانا محتاج اعمله ديريفيتيف لانه اكتر من ترم، فقمت فتحت براكت واعمل ديريفيتيف واحده واحده. طب نمسك بقى، انا عايز اعمل ديريفيتيف الانسايد. ديريفيتيف الانسايد اوله ايه؟ tan 3x بلس 1، tan 3x بلس 1. طب ديريفيتيف التان 6 سكوير، ديريفيتيف التان 6 سكوير بنفس الكرتونه بتاعتها اللي هي الانسايد بتاعها 3x بلس 1 تايمز ديريفيتيف الانسايد اللي هي 3، يبقى تايم 3. يبقى كده اول حاجه جبنا ديريفيتيف التان بديريفيتيف الانسايد بتاعها. طب بعد كده في بلس ساين 2x، يبقى بلس كوزاين 2x. برافو برافو، شايف ناس صاحيه وفاهمه وحفظت كمان كوزاين 2x، بس الانسايد بتاعها 2x، الديريفيتيف الانسايد كام؟ 2، يبقى تايمز 2، لاني بعمل ديريفيتيف الساين تقلب كوزاين تايمز ديريفيتيف الانسايد تايمز 2. طب حلو قوي كده، محتاجين بس حبه سمبليفاي والدنيا تبقى زي الفل. يبقى هنا كتبت الناتج بتاعي 5 tan 3x بلس 1 بلس ساين 2x اول باور 4، ده جزء اولاني. تايمز دي كمان شلتها وعملت براكت تاني، هي 6 سكوير 3x بلس 1 معموله تايمز 3. طب ايه المانع ان انا اجيب 3 قبل 6 سكوير؟ فتبقى 3 6 سكوير 3x بلس 1، ونفس الحكايه هنا بلس 2 كوزاين 2x، تبقى بلس 2 كوزاين 2x. ده براكت وده براكت، ما ينفعش اعمل تايمز البراكت ده باور 4، ما يتفكش ابدا، فبالتالي يبقى ده الفاينل انسر، وتبقى كده انا حليت المساله. فاهمين؟ انا شايف ناس صحصحت معايا وابتدت تخش في مود ثالثه ثانوي، وشعر ان الكلام جميل قوي. يلا نكمل مع بعض، هناخد اكزامبل 5 وهناخد ريفيجن على السكوير روت برضو من ثانيه ثانوي. لما يكون عندي فانكشن فيها سكوير روت، الاكزامبل ده اساسا ريفيجن يعني مش من ثالثه خالص. ديريفيتيف الروت بتساوي ايه؟ الروت يعني y equal square root 3x بار 2 minus 1، يبقى square root 3x بار 2 minus 1 ده اسمه square root، و 3x بار 2 minus 1 اسمه ال inside of the root، يبقى inside بتاع الروت. فderivative الروت اساسا كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ derivative ال inside over 2 times the root زي ما هو the same root، يبقى derivative الروت بتساوي derivative ال inside بتاعه over 2 times the same root. نطبق، يبقى هنا لما عاوز اجيب دي واي اوفر دي اكس، يعني هنا اكتب لي دي واي اوفر دي اكس ايكوالز ديريفيتيف انسايد. تعالوا الانسايد كله في كام ترم؟ ترمين، تو تيرمز. طب بعمل زي الديريفيتيف، ال 2 باي 3 تبقى 6 اكس باور 1، تاني ال 2 باي 3 تبقى 6 اكس باور 1، والرقم بيطير، يبقى ديريفيتيف انسايد بس 6 اكس اوفر الروت، بيقول لي 2 باي روت 2 باي الروت زي ما هو ده سيم روت، يبقى روت 3x بار 2 ماينس 1. يبقى ده انا عملته. ال 6 وال 2 هيتعملوا سمبليفايد مع بعض، عطوها هنا هيطلع في 3، يبقى فوق 3x اوفر روت 3x بار 2 ماينس 1. برافو. اللي خدها في ثانيه ثانوي بالشكل ده تبقى جميله قوي، هتبقى حافظها. اللي خدها بطريقه ان احنا نحول الروت براكت باور هاف، دي لسه هتجي لنا قدام وبرده هنعملها ريفيجن. كده يبقى عملنا ريفيجن على سكوير روت. تعالوا ناخد مساله تطبيق على سكوير روت بس بالمنهج بتاع ثالثه ثانوي. اكزامبل 6 بيقول لي ايه؟ if y equals sin square root 5x square minus 4 find y dash or find dy over dx or find slope of tangent or find m small or find tan theta. كل الاسماء دي اسماء ديريفيتيف، لما يقول لي find اجيب له الديريفيتيف بتاعتها. يلا نشوف الحل مع بعض. يس، حد كده قال لي ان الساين بتقلب كوزاين بنفس الانسايد بتاعها، يبقى y داش ايكوال كوزاين روت 5x بار 2 ماينس 4. قلنا الساين بيبقى بتفتح براكت كده، جوه البراكت حتى لو مش كاتب براكت، هو المفروض يبقى في براكت موجود جوه البراكت كل الروت دوت، يبقى اذا الساين جواها كل دوت. اول حاجه بعملها اقلب الساين كوزاين، اقلب الساين كوزاين، يبقى ساين روت 5x سكوير ماينس 4 بقت كوزاين روت 5x سكوير ماينس 4، بس تايمز ديريفيتيف الانسايد بقى، مش الساين دي ليها انسايد وانا حافظت على الانسايد ما عملتش فيه اي حاجه، ما كسرتش منه ولا حاجه، بس بعد كده اعمل تايمز ديريفيتيف الانسايد. لسه مراجعين الروت مع بعض، ديريفيتيف الروت ايه؟ ديريفيتيف الروت ديريفيتيف الانسايد بتاعه بتاع الروت اوفر 2 تايمز ذا سيم روت،
اوكي نشوف الانسايد بتاع روت 2 باي 5 تبقى 10 اكس باور 1، يعني الباور ده لما تقل تبقى باور 1، يبقى الدريفيتيف بتاعه 10 اكس والماينس 4. شطار، برافو عليكم. ماينس 4 بتطير، ده رقم، اي رقم اي كونستانت في الدريفيتيفز بيطير. طب يبقى الدريفيتيف الانسايد اوفر 2 تايمز الروت، 2 تايمز ذا سيم روت، يبقى 2 روت 5 اكس سكوير ماينس 4. طيب 10 و5 و2 برضو يتشطبوا مع بعض يبقى فوق 5، تبقى 5 اكس اوفر روت، وهنا كوزاين. طيب اللي ياخد باله لما بقى اعمل اي حاجه ملتبلاي باي فراكشن بعمل ملتبلاي للنوميريتور اونلي. يعني ايه؟ يعني الكوزاين معموله تايمز الفراكشن ده، فيبقى الكوزاين تتعمل تايمز الاب مش الداون، لا الاب اللي هو نوميريتور اونلي. يبقى كده لما اعمل الكوزاين تايمز ال 5 اكس تبقى 5 اكس كوزاين روت 5 اكس سكوير ماينس 4 اوفر، وادي الدينومينيتور اهو روت 5 اكس سكوير ماينس 4. سيبها قدامكم شويه بس تشوفوا الحل كده، لو حابين تكتبوها مره تانيه وتحلوها بايديكم يبقى جميل جدا. يا ريت وقف الفيديو كذا مره واكتب الاكزامبل وحله، لو انا مديك اكسرسايزز اكتب اكسرسايز وحله، وحاول مع نفسك انك تعلم نفسك من خلال شرح بتاع اليوتيوب. انا بقدم لكم الشرح طبعا، كل الشرح ده مجاني، ونفسي نفيد اكبر قدر من زمايلنا زي ما احنا عاملين القناه ديت كلها مجانيه. قناه احنا بنشرح فيها رياضه بالعربي، وبنشرح فيها رياضه واحصاء لكليات تجاره، بنشرح كورسات انجليش، بنشرح كورسات كمبيوتر، فحاجات كتير قوي في القناه باسم ايهاب روماني، يعني ايهاب اخويا يعني، فايهاب روماني. فالقناه على اليوتيوب لو انت كتبت ايهاب مسافه روماني بالانجليش زي اسمي هنا، انا هنا كاتب انجينير عادل روماني، لكن مكان عادل اكتب ايهاب وبلاش انجينير، اكتب ايهاب روماني. جوه القناه في اليوتيوب هيطلع لك كل الفيديوهات، تخش على قوائم التشغيل تعرف احنا بنقدم فيديوهات في كل المجالات. دي قناه تعليميه ونفسي كلنا نتابع فيها، لكن الرجاء الشخصي انك لو انت مستفيد من الفيديوهات وشاعر انها حاجه فادتك جدا وحاجه مجانيه، اعمل شير للفيديو جوه الفيسبوك بتاعك، اعمل شير على تويتر، اعمل شير في الجروبس اللي انت مشترك فيها جوه الجروب كده، اعمل شير في جروب وخد الفيديو وانقله وخلي اكبر قدر يستفاد. يعني دي هتبقى حاجة انت كأنك بتساعد معنا في عمل خير. نقول مع بعض example 7. example 7 طبعا كالعادة بكتب لكم exercises، بسيبكم دقيقتين ثلاثة تنقلوهم. عندي 1 2 3 4 مدخل فيها روتس، مدخل فيها روتس الروتس، وكمان الباور براكت هاز باور عشان تراجع كل اللي انا شرحته في الامثله اللي فاتت. يلا على المثال اللي بعد كده، example 7. example 7 اللي هو function of function، يعني sin جواها تان. again عشان ديت ناس كتير قوي تتلخبط تفتكرها multiplication، هتفتكر sin معموله تايمز تان، لا ده الساين ما اتكتبش جواها حاجة أساسا، يعني مش ساين اكس تان 3 اكس سكوير، لا هنا مش في اكس منسية، لا ده الساين اوف، ساين اوف تان 3 اكس سكوير، كأن الساين جواها 3 اكس سكوير، تان 3 اكس سكوير، يبقى الساين الانسايد بتاعها تان 3 اكس سكوير، طب والتان الانسايد بتاعها 3 اكس سكوير، يبقى أنا عندي اتنين انسايد في مسألة، ساين جواها انسايد بتاعها تان 3 اكس سكوير، والتان الانسايد بتاعها 3 اكس سكوير. طب نشوف هنعملها ازاي، وهنا قايل لي فايند اف داش اوف اكس، اف داش اوف اكس، طب ما احنا قلنا ان واي داش او اف داش اوف اكس او اف داش، حتى لو حط هنا رقم 5 مفيش مشاكل، اجيب اف داش اوف اكس الاول واعوض بالرقم، او قال لي دي واي اوفر دي اكس، او قال لي سلوب اوف تانجنت، كلها اسماء لنفس الدرس. نشوف الحل، اف داش اوف اكس ايكوالز الساين، عارف الديريفيتيف بتاعتها كوزاين، وحافظ على الانسايد بتاعها على الكرتونه بتاعتها، يبقى كوزاين جواها كرتونه فيها تان 3 اكس بار 2، يبقى كتبتها الساين كتبتها كوزاين تان 3 اكس بار 2 تايمز ديريفيتيف الانسايد. كلنا عارفين ان بعد ما بقلب الساين كوزاين بعمل ديريفيتيف الانسايد، طب ما الانسايد عندي تان 3 اكس بار 2 فهتبقى ايه؟ التان الديريفيتيف بتاعتها سيك بار 2 3 اكس بار 2، برضه التان جواها 3 اكس بار 2 ده انسايد، ده الكرتونه بتاعتها، لما بقت 6 سكوير برضه حافظت على الكرتونه بتاعتها 3 اكس بار 2، بس في الاخر خالص قلت ايه؟
تايمز ديريفاتيف الانسايد. بقى الانسايد هنا الديريفاتيف بتاعته 6 اكس، يبقى 2 باي 3 تبقى 6 اكس. كلهم تايمز بعض، فينفع اكتبها بالابسط تيرمز اللي هي 6 اكس الاول، وبعد كده كوزاين 10 3 اكس سكوير 6 سكوير 3 اكس سكوير. يبقى كده ده الناتج النهائي، نكون خلصنا الاجابه. سهله بس حاول تعملها تاني. خد الاكسرسايز دوت، دي واي اوفر دي اكس، فايند دي واي اوفر دي اكس اف واي ايكوال سيك كوزاين 5 اكس. السيك الانسايد بتاعها كوزاين 5 اكس، والكوزاين الانسايد بتاعها على طول 5 اكس. حاول تحل الاكسرسايز، تبعت لنا على نفس القناه عشان نشوف مجهودك. يلا نشوف اللي بعد كده. اكزامبل 8 في فراكشن، عشان ناخد مع بعض الرول بتاع الفراكشن او الديفيجن، اللي هو كان ديريفيتيف الاب في الداون ماينس ديريفيتيف الداون في الاب اوفر داون سكوير. يلا نشوف الحل بتاعنا. قال لي هنا y equal 1 plus sin x over 1 minus sec x find y dash. الرول على طول y dash equal ديريفيتيف الاب تايمز داون ماينس ديريفيتيف داون تايمز اب over down power 2. again derivative up times down minus derivative down times up over down power 2. Let's الاول start with the up. يعني ايه الاب؟ الاب 1 plus sin x. يعني ايه الداون؟ 1 minus sec x. up و down بدل numerator و denominator. okay هنا derivative الاب بالاب ترمين 2 terms 1 plus sin x. ال 1 ملوش derivative، ب 0 بيطير، يتبقى sin x. sin x derivative بتاعتها cosine x على طول، يبقى فوق sin x تبقى cosine x bracket times الداون. الداون اللي هو 1 minus sec x، يبقى cosine x في الداون ال 1 minus sec x، يبقى derivative up لكن الداون ينزل زي ما هو. minus derivative down by up. طب derivative الداون السك، انا حافظ السك بيطلع ايه؟ sec tan. لكن هنا ال 1 طارت، فدي نيجاتيف sec، وانا عندي نيجاتيف الرول هنا، يعني دي نيجاتيف ديريفيتيف الداون. فلو خدت النيجاتيف مع ديريفيتيف الداون اللي هي نيجاتيف سيك، تبقى نيجاتيف ونيجاتيف تبقى هنا بوزيتيف، والسيك ديريفيتيف بتاعتها سيك تان. السيك ديريفيتيف بتاعتها سيك تان، ده ديريفيتيف الداون تايمز الاب اللي هو 1 بلس ساين اكس اوفر داون سكوير اللي هو 1 ماينس سيك اكس اول بار 2. 1 ماينس سيك اكس اول بار 2، يبقى كده كوزاين اكس ماينس 1، افك البراكت، كوزاين اكس في 1 كوزاين اكس، بعد كده كوزاين اكس تايم سيك. الكوزاين تايم سيك ب 1، حافظينها من السنه اللي فاتت، كوزاين تايم سيك ب 1 بلس سيك 10 تايمز 1 تبقى سيك 10. سيك 10 بلس سيك 10 تايم ساين يبقى سيك 10 ساين اوفر 1 ماينس 6 سكوير. وبكده تبقى جبنا الفاينل انسر معانا، ونسيبه كده. شوف مع بعض الاكزامبل اللي بعد كده. Example 9 قال لي ايه؟ if y equals sin power 3 ما بين brackets 2x power 2 minus 1. السين باور 3 ديت قال لي find y dash. sin power 3 نعرف عنها ان هي تبقى كده كانها sin، كانها sin 2x power 2 minus 1 all power 3. يبقى كان كل دوت كانه all power 3، يبقى ال power 3 اللي على الان هي power 3 على الكل. يبقى كده يعني بقت bracket has a power. فالبراكت هذا باور الواي داش بتاعته نعملها ازاي؟ نعملها 3 تنزل ساين 2 اكس بار 2 ماينس 1 اول بار 2، ده كده ديريفيتيف البراكت تايمز ديريفيتيف الانسايد. الانسايد ساين 2 اكس بار 2 ماينس 1، يبقى ديريفيتيف بتاعتها ديريفيتيف ساين كوزاين 2 اكس بار 2 ماينس 1 بس تايمز ديريفيتيف برضه الانسايد بتاع السايد، الانسايد بتاع الكوزاين، يعني 2 اكس بار 2 تبقى 4 اكس. بكده نكون جبنا 3 وده كله بار 2. نرجع نكتبها تاني 12 ساين بار 2 2 اكس بار 2، لكن 3 تايمز 4 اكس في الاول خالص تتكتب 12 اكس ساين بار 2 2 اكس بار 2 ماينس 1، وهنا كوزاين 2 اكس بار 2 ماينس 1. تهيألي سهله، لو في اي مشكله ممكن نعيدها تاني ونراجعها عليها اكسرسايزز. ممكن نكتبها على ديت واللي قبلها، على الاكزامبل ده واللي قبله، نكتب التو اكسرسايزز دولت دقيقتين، ممكن ننقلهم. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهارده، الدرس الاول. لو حاسس ان هو تقيل شويه يمكن عشان طالع من اجازه وطالع من اجازه، لكن حاول وشوف الدنيا هتبقى سهله قوي، وان شاء الله معانا
في محاضراتنا في دروسنا هتلاقي الدنيا سهلة جدا، وإن شاء الله نجيب درجات مائية. مع تمنيات لكم بالتوفيق، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء في الدرس القادم من ماث مهندس عادل رمان.